شوي سيفنو تبي بنتكراتور شلي لفلوجيتي تبي بروسف كيستاسيتي إيرني با تطفن بريفر بس نانيف او ان نايت اف نو تفيو تم بن شويس او بن نو تو بن سوتيريسوس بخريستوس جافر اسكوازيني غون او رويس نيرو نفر هيرون اف شفت نيرو فافتي اسو ايرون افتي تو تينا بنتن شريا تاي او نو ساي انصوف او متروف بوس انت برهيرون خم بايوس وفاين منوتير انت بن ان خن هرين بين انجيبي بانتو كراتو رب شويس بن نو او سيفنوتي بيبانتوكراتور افيوتم بن شويسو بن نوتي بن سوتيريسوس بخريستوس نشكورا يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وتلبى آت قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام بينا الطباوي رئيس الأصف البابا المعظم الأنبات ودروس الثاني وشركائي في الخدمة الرسولية أبينا المطرع المكرم الأنبا مورس وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار
قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن هذه الميدان المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العادل. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، الأباء المطارنة والأساقفة، الأباء الكهنة القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي، فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الله الإنجيلي ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس، من أفواه الثلاثمائة والثمانية عشر المجتمع بنقية والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتان بأفسس، من فم الأب المطران والأباء الأساقفة الحاضرين معنا، من فم حقارتي لنا وبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهوته. إن بنيوت الطيوت نارشي إلبس بابا
See.
Oh.
الرسول إلى العبرانيين بركة المقدسة تكون معنا آمين. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضاً عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسمنا أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى أدخل البكرى إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، وأما عن الإبن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك، وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك،
أليس جميعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. نعمة الله الآب فلتكن معنا، آمين. كاثوليكون إيفول خنتي مسنوتي إن إبستولي إنت بنيوت بطرس نامين را الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بطرس الرسول بركته المقدسة فلتكن معنا، آمين. لذلك لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر، ولكن أحسبه حقا ما دمت في هذا المسكن أن أنهضكم بالتذكرة، عالما أن خلع مسكني قريب كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضا، فأجتهد أيضا أن تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه الأمور، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى
هذا وابن الحبيب الذي أنا سررت به لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يصنع مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.
نعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. أيها الرجال الأخوة بنو جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص.
لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه، ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات، وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب، ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني أنا اليوم ولدتك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد آمين. اليوم 29 من شهر كياك المبارك أحسن الله انقضاءه وعاده علينا وعليكم ونحن مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبنائي وإخوتي الجميع آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 5501 للعالم بحسب تقليد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، وسنة 42 لملك أغسطس قيصر، ولد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح بالجسد من العذراء البتول القديسة مريم. وذلك أن الإرادة الإلهية سبقت فجعلت أغسطس قيصر يصدر أمره بإحصاء المسكونة، فصعد القديس يوسف من الناصرة ومعه العذراء مريم إلى بيت لحم ليكتتب هناك، لأنه من سبط يهوذا ومن نسل داود ومن بيت لحم. ولما وصل إلى هناك كملت أيام القديسة مريم لتلد، فولدت مخلص العالم ولفته بأقبطة وضعته في مزود حيث لم يجد بيتا، وكان في تلك الكورة رعاة ساهرون على حراسة رعيتهم، فأشرق عليهم نور من السماء وظهر لهم ملاك الرب قائلا: لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمتا مضطجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ولما مضت عنه الملائكة إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين وجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعا في المزود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. في هذا اليوم كملت نبوات الأنبياء عن ميلاد الرب من بتول عذراء، فقد قال أشعياء النبي: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ كما قال دانيال النبي: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن الإنسان آتيا وجاء إلى القديم الأيام، فقربوا قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي لا يزول وملكوته لا ينقرض. وقال أرمياء النبي: ها تأتي أيام يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك وينجح ويجري حقا وعدا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به: الرب برنا. فيجب علينا الآن أن نتوجه بعقول نحو مزود بيت لحم، متأملين في سر تجسد الإله وولادته في مزود لأجل خلاصنا، عالمين أنه بهذا يعلمنا احتقار أباطيء للعالم، ويحثنا على الاتضاع ومحبة القريب والسعي في الخير، وأن نعيش بالفضيلة والتقوى المسيحية، عارفين مقدار الكرامة العظيمة التي صارت لنا بميلاد مخلصنا الصالح.
ولأننا قد حفظنا الصوم الذي مضى وأقبل علينا هذا العيد المجيد، فلنقابله بكل ما هو حسن وطاهر، وأن نمد أيدينا إلى الضعفاء ونسد حاجة المساكين ونصنع الصلح والسلام بين الناس، مقتدين بمخلصنا الصالح، ضارعين إلى الله أن يترأف علينا ويغفر لنا خطايانا ويبارك في اجتماعاتنا ومنازلنا وأعمالنا، ويحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطوباوي باب الأنبتة ودروس الثاني، باب الإسكندرية بطريرك كرازة المرقسية، ويديم لنا رئاسته سنين كثيرة متمتعا بسلام كنيسته ونجاح شعبه في الفضيلة، وأن يعيد علينا أمثال هذا العيد السعيد ونحن مشمولين بناية ربنا يسوع المسيح الذي تجسد لأجل خلاصنا، له المجد في كنيسته إلى الأبد آمين. وفي أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد 8140 شهيدا بمدينة أخميم، وذلك أنه لما كفر دقديانوس بالإيمان ونشر عبادة الأوثان وأمر الولاة باضطهاد المسيحيين، وصل إريانوس والي أنصنة إلى أخميم، وكان معه الأنبا أباديون أسقف مدينة أنصنة، وتصادف وصوله ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. فلما علم الشعب المسيحي في أخميم بوصول الأسقف، دعوه ليصلي لهم قداس العيد، لأن أسقفهم الأنبا أوداجيوس كان قد تنيح قبل ذلك بنحو شهر. لبى الأنبا أباديون الدعوة، ذهب إلى كنيسة إبسوتير أي المخلص، وهي الكنيسة الكبرى بالمدينة، وذلك في عشية الأحد، وصلى معهم طوال الليل، وكان معهم جمع كبير من المسيحيين من المدينة والقرى المحيطة. فوصل الخبر إلى إريانوس الوالي أن الأنبا أباديون يصلي قداس العيد مع المسيحيين في كنيستهم، فذهب إلى الكنيسة ومعه عدد كبير من الجنود، فقتلوا كل من كان موجودا بالكنيسة، واستمرت المذبحة طوال يوم العيد حتى وصل عدد الشهداء إلى 5800 شهيد، وكان من بينهم أبسكندا كبير كهنة الأوثان، الذي لما سأل عنه إريانوس وجده أنه قد صار مسيحيا ويصلي بالكنيسة، هو من تبعه من كهنة الأوثان، فقتلهم جميعا. واستمرت المذبحة يومين آخرين حتى وصل عدد الشهداء إلى 8140 شهيدا، ونالوا أكاليل الشهادة وعيدوا في فردوس النعيم بركة صلواتهم وصلوات أبينا صاحب القداس البابا وتودروس الثاني، فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. Nicole.
Christos be e Christos fie tas mas fingeti parthe.
إيرني با profitis nem haneth me av er ebi thimin in av enit it en av ero u u o hem buna o wo esotem enit it en sotem ero u o wo hem bu sotem en toten de سناف نمنتن ما آل جسسوتم مارن إرئب أمبشا إنسوتم وإير إنك فانجيل ينوث أواب أني توبهن تانيث أواب شرب إنن كوت ما يمتنو نتشو نمطان شو جئن ثغار ببن أن ختيرو نم بن أغايتيرو نم تنهل بستيرو نم بن تالتشو تيرو نم تن أناستاسيستي المستودع بدليل يا الليل يا الليل
إن توتن تاتينا كن هانس نس إتيك كليرونو ميان أو بك ما إشادرك إمبقى يهلليلويا ما رويت شاس خنتك لسيا أنت بف لاوس هو مارو اسمه رفيد كيف تدراين تاني برز في تيروس جعب كونو متيو تيم فريتنا نصو ابن عم جنية صوتو نوو افين اونو افور كنجيب شو يسوو النبو شاهيني قطعت طقسي سملشي سيدك شو يسوينا من مقبل يوتس هو ابن بطري أرشيس بابا بطا ودوس بما اسنا نم بن يوتم متروبوليتيس آبا موركوس نم نن يوتم بسكوبوس نيتي سيف ار بتنون خلي لويا لويا يسوس بخريستوس بشيري مبنوتي اسماس في جيتي بارثي Σεγούμ, κύρια φλογισμού του καταματσίων Αγίου, Ευαγγέλιο του Ανάνοσμα. Μοξάνσι, Κύριε, وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس من فم أبينا المكرم البار المثلث الطوبى أبينا أبي الأبارة رئيس رؤساء كهنتنا خليفة القديس مرقس الإنجيلي العظيم في البطاركة حبيب المسيح أبينا الطاهر الآن تدرس الثاني باب المدينة العظمى الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كل بلاد مصر
ومدينة إلينا أورشليم والنوب والسودان وليبيا وخمس المدن الغربية وكل أفريقيا وبلاد الشرق والمهجر إلى السماء يثبته على كرسيه سنين عدة وأزمنة سلمية مديدة ويعطي زمانا هاديا بهيجا ويعطينا نعمة ورحمة بصلواته وطلباته الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر بركاته الملك الطاهر بركاته علينا امين. الرب قال لي انت ابني وانا اليوم ولدتك سلني فاعطيك الامم ميراثك وسلطانك الى اقطار الارض. شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكائن إلى الأبد على طقس ملكي صداق. الرب عن يمينك يا بان الطاهر البابا البطريرك الأنبات وادروس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا مرقوس وأبائنا الأساقفة المجتمعين معنا. الرب يحفظ حياتكم. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك
إذ ماجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فأننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست بصغيرة في ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سراً، وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم قائلاً: اذهبوا وابحثوا بالتدقيق عن الصبي، وإذا وجدتموه فأخبروني لكي أأتي أنا أيضاً وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذ النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له قرابين ذهبان ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، ذهبوا من طريق أخرى إلى كوراتهم. والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أهنئكم أيها الأحباء بعيد الميلاد المجيد لعام 2021، وهو العيد الذي نفتتح به في كل عام السنة الميلادية. أهنئ جميع الكنائس القبطية في مصر وفي خارج مصر في المهجر. أهنئ جميع الآباء المطارنة والآباء الأساقفة والآباء الكهنة والقمامسة، القمامسة والقصوص والشمامسة، وكل الشعب وكل الأراخنة والشباب والأطفال في كل كنائسنا وإبرشياتنا في مصر، وأيضا في بلاد المهجر في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، في دول أوروبا وفي دول أفريقيا وفي أورشليم القدس وفي منطقة الخليج، وأيضا في بعض دول آسيا وفي أستراليا. أهنئكم جميعا بهذا العيد، وبالأصالة عن نفسي وباسم المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية وكافة الهيئات القبطية والأكليروس وكل الشعب بمصر والخارج وبلاد المهجر، نقدم الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي عودنا دائما أن يهنئنا بالعيد بحضوره،
منذ عام 2015، وهذا الحضور الذي يفرحنا جميعا، وإن كنا في هذا العام بسبب الجائحة والظروف الصحية التي تسود العالم وبلاد العالم ومن بينها بلادنا مصر، فقد آثر أن يتصل بنا عبر تكنولوجيا الفيديو كونفرنس في رسالة طيبة، ومهنئا جميع وجموع الأقباط في مصر وفي العالم. وأيضا كانت فرصة أن نشكره كثيرا ونصلي إليه ونصلي من أجل كل المسؤولين في بلادنا الحبيبة. نحن نشكره على هذه المشاعر الطيبة، ونرفع قلوبنا وأيدينا الله تبارك اسمه، ونصلي من أجل بلادنا وكل العالم أن يرفع عنا هذه الجائحة وينعم على الجميع بالصحة والعافية. أيضا أقدم كل الشكر والتقدير لكل من أرسل برقيات أو اتصل تليفونيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للتهنئة بالعيد. تلقينا اتصالا كريما من سيادة المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق. تلقينا أيضا تهنئة بالعيد من السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، والسيد الرئيس عارف علوي رئيس باكستان. وأيضا هنأنا بالعيد قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، واتصل بنا أيضا للتهنئة غبطة البطريرك ماري بشارة الراعي بطريرك الموارنة بلبنان. هنأنا بالعيد أيضا السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ. وهنأنا تليفونيا بالعيد المجيد السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأيضا هنأنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الذي اتصل بنا تليفونيا لتهنئتنا بالعيد، كما هنأنا أيضا صاحبي الفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أرسل لنا تهنئة الأحباء السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كما اتصل بنا تليفونيا سيادة الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة. هنأنا أيضا بالعيد السيد الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، والسيد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، والسيد لواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي. كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لقواتنا المسلحة حماة مصر ودرع الوطن. هنأنا أيضا السيد الوزير عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، وهنأنا أيضا ببرقيات تهنئة رقيقة السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كما نشكر النواب ومساعدي ومدير الأمن والقطاعات والأمن الوطني والأفراد على مجهوداتهم في تأمين الصلاة بجميع الكنائس، وكذلك تأمين تواجد المصريين بالشوارع ومتابعة التزام الشعب بالإجراءات الاحترازية. كل الشكر والتقدير لرجال الشرطة الساهرين على حفظ الأمن والأمان. تلقينا أيضا تهنئة رقيقة من السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ويسعدنا في هذا المقام أن نقدم الشكر لكل العاملين في الفرق الصحية، الأطباء والتمريض والفنيين وكل العاملين لمجهوداتهم التي يقدمونها ليلا ونهارا وسط خطر داهم وتضحيات جسام دون كلل أو خوف. نقدم لهم الشكر والتقدير بكل قلوبنا ونصلي من أجل سلامتهم جميعا. تلقينا أيضا التهنئة من السادة الوزراء السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية، السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة
الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، السيد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، السيد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السيدة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، السيد اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية، السيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفريق كامل الوزير وزير النقل، السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومن السادة المحافظين السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء هشام عبد العزيز محافظ البحيرة، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء أشرف عبد الباري محافظ أسوان، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، السيد اللواء أشرف الدودي محافظ قنا، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المستشار مصطفى خالد محافظ الأقصر، اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. كما نشكر أيضا السادة القضاة الأجلاء المستشارين رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الأندية القضائية وأعضائها، رؤساء المحاكم والهيئات الوطنية للانتخابات ورؤساء النيابات العامة الذين هنؤونا بالعيد. نخص بالشكر السيد المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، السيد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاء، السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام. كما هنأنا أيضا بالعيد السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، والسيدة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، ولفيف من السادة أمناء ووكلاء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. كما هنأنا بالعيد أيضا السيد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأيضا تلقينا التهنئة من عددا من السادة نواب الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء، كذلك لفيف من السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى مصر، منهم سفير المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين ومملكة البحرين ودولة بيرو ودولة بوركينا فاسو وسفارة فرسان مالطا. نشكر أيضا السادة رؤساء أعضاء المجالس القومية المتخصصة والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية والرقابية لتهنئتهم لنا بالعيد. نشكر أيضا السادة الأساتذة رؤساء الجامعات ونوابهم وكلائهم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ونخص منهم السادة رؤساء جامعات بني سويف وأسيوط ودمنهور والزقازيق وبنها. كما هنأنا بالعيد أيضا عددا من السادة الوزراء والمحافظين السابقين وأيضا برلمانيين سابقين. من السادة الوزراء السابقين المهندس ياسر القاضي، اللواء أبو بكر محمود الجندي، الدكتور خالد فهمي، الدكتور جلال مصطفى سعيد، السيد منير فخري عبد النور، الدكتورة فينيس كامل جودة، الدكتورة نادية زخاري، السفيرة مشيرة خطاب، الدكتور هاني قدري دميان، الدكتورة عائشة عبد الهادي، الدكتورة درية شرف الدين، الدكتورة مها الرباط.
المهندس هشام عرفات، الدكتور عمرو عزت سلامة، الدكتور عادل عدوي، الدكتور مفيد شهاب، السيد أسامة صالح، السيد أشرف سلمان، ودكتور مهندس أسامة كمال. نشكر أيضا السادة رؤساء الأحزاب ونوابهم، وأيضا الائتلافات السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنقابات العامة والفرعية والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي الذين هنؤونا بالعيد. نشكر كل من هنأنا من رؤساء الكنائس والطوائف بمصر وبالخارج، ونقدم شكرا إلى وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلا في الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة ورئيس التلفزيون المصري لنقلهم وتغطيتهم لصلاة القداس على الهواء مباشرة. نشكر أيضا جميع القنوات الفضائية المصرية والعربية والأجنبية والإذاعة المصرية وجميع وكالات الأنباء والصحف والمجلات التي تقوم بتغطية ونقل القداس الإلهي. نشكركم جميعا، وكل عام وأنتم بخير. ونحن نحتفل أيها الأحباء بعيد الميلاد المجيد، إنما نحتفل احتفالا خاصا لأن هذا العيد كما قلت نفتتح به أعيادنا في السنة الميلادية. وهذا العيد، عيد الميلاد والذي يحتفل به العالم كله، إنما هو احتفال بعيد دخول الفرح إلى العالم. كان العالم قبل ميلاد السيد المسيح لا يشعر بفرح حقيقي، كان العالم يعيش بعيدا عن الفردوس، فحتى الأبرار الذين عاشوا كان الفردوس أمامهم مغلقا، وكان الطريق الوحيد أمام كل البشر هو إلى الجحيم، وكانت حياة الإنسان تدور حول الذبائح المتكررة لعل الله يرضى ويقبل، وكان تكرار هذه الذبائح يعني أنها ذات نفع مؤقت، وصار العالم في حالة تخبط وحالة تعدي على الوصية، وانتشرت الخطية وانتشر الضعف في نفوس البشر، واحتاج الإنسان إلى الاحتياج المهم لحياته وهو أن يكون فرحا. الإنسان لكيما يشعر بإنسانيته يجب أن يكون فرحا، يجب أن يتغلغل الفرح إلى داخله. وكان الفرح هذا هو في ميلاد السيد المسيح، ولا نقول هذا على سبيل تضخيم الحدث، ولكن نقوله على سبيل الحقيقة. فالإنسان بدون المسيح فاقد للفرح وفاقد للسعادة الداخلية. إن كانت الدول يا إخوتي الأحباء تعمل من أجل رفاهية الشعوب، هكذا نسمع عن الحكومات في كل العالم وفي كل زمان تعمل من أجل رفاهية الشعوب. أما السيد المسيح فجاء من أجل رفاهية الأفراد ورفاهية كل إنسان، لكي ما يشعر بوجوده الإنساني، يشعر بحياته. فالله خلقنا لرسالة ولعمل، والإنسان الذي لا يشعر بإنسانيته أو بحياته إنما يفقد الكثير من وجوده، ولا يشعر بلذة الحياة الجميلة وهذه النعمة التي أعطاها الله للإنسان. كان الفرح ينقص الإنسان، وجاء السيد المسيح مولودا في مزود بيت لحم لكيما يمنح الإنسان فرحا، فرحا كبيرا. وربما السؤال الذي يدور في أذهاننا الآن، من أين يأتي الفرح وكيف يأتي الفرح وكيف يشعر الإنسان بالفرح؟ نحن نتعلم في الكنيسة كثيرا أننا نصلي في ألحاننا وتراتيلنا والمدائح ونردد كلمة الليلويا. الليلويا كلمة تهليل وفرح، وهذه كلمة مشهورة في الأسفار في العهد القديم، خاصة سفر المزامير، ونجدها أيضا متكررة فقط في سفر الرؤيا في العهد الجديد في الإصحاح 19.
وكأن وتتكرر 4 مرات، وكأن هؤلاء الذين يذهبون إلى السماء الذين شعروا بالفرح وعاشوا الفرح ويكتمل فرحهم في السماء، وكما قلت تتكرر 4 مرات لأنها تشير إلى جهات الأرض 4. فهؤلاء الذين يذهبون إلى السماء من جهات الأرض 4 هم الذين صاروا حاملين لألليلويا، حاملين للفرح. أريد أن أتأمل معكم في 5 مشاهد عن الفرح من أين يأتي. المشهد الأول في أحداث الميلاد يكون في حياة أمنا العذراء مريم، عندما نالت البشارة من الملاك جبرائيل نسيت نفسها وذهبت بسرعة إلى القديسة إليصابات تلك المرأة العجوز، وذهبت إليها لأنها علمت أنها أيضا حامل، فذهبت إليها لكي تخدمها، لكي تهنئها، لكي تساعدها. المهم ذهبت من باب الوفاء، وذهبت إلى القديسة إليصابات التي عندما رأتها تحرك الجنين بابتهاج في قلبها في بطنها، وتحرك بابتهاج ملأ القلب، وقالت لها من أين لي أن تأتي أم ربي إلي. أما أمنا العذراء فانتهزت هذه المناسبة وحولتها إلى صلاة، وبدأت بهذه العبارة الشهيرة: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. فهذا هو المصدر الأول للفرح، الخلاص. أمنا العذراء واحدة من ملايين ملايين البشر عرفت أنها تحتاج إلى خلاص المسيح، وهكذا أجيال العهد القديم كانت كلها تبحث باشتياق عن من يأتي ويخلص. حتى أجيال الأمم والذين لم يكونوا يعرفون الوصية، كما قال سقراط: لا سبيل لمعرفة الحقيقة إلا إذا جاء رب الحقيقة وأعلنها بذاته. مريم العذراء أمنا وفخر جنسنا وقفت وصلت وقالت: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. وكأنها تضع أيدينا على أول طريق الفرح. الفرح لا يأتي إلا من خلاص المسيح على الصليب. ولذلك نحن يا إخوتي نصلي في صلوات الأجبية اليومية ونقول: نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم، يا رب المجد لك. نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا، فليس هناك فرحا إلا فرح الصليب. هذا هو المصدر الرئيسي، وأمنا العذراء تشير إليه وتعلمنا: تعظم نفس الرب تمجده وتبتهج روحي، البهجة، البهجة القلبية الداخلية بالله مخلصي، وتعلن احتياجها للخلاص. فالإنسان لن يعرف فرحا ولا سعادة إلا إذا بدأ بالخلاص الذي قدمه المسيح على الصليب. هذا هو المصدر الأول للفرح. المصدر الثاني أو المشهد الثاني الذي نراه في القديس يوسف النجار. يوسف النجار ذلك الشيخ الوقور الذي اختصه الله بأن يكون حارسا لسر التجسد، وكان حارسا لأمنا العذراء، وكان رفيقا في ترحالها، وحتى وصلت إلى بيت لحم ومشقة الطريق وولدت هناك في مزود البقر إذ لم يكن هناك مكان. ويوسف النجار هو الذي صحب أمنا العذراء والطفل الرضيع إلى مصر عبر طرق شقة جدا، حتى وصل إلى مواضع كثيرة وبارك أرضنا السيد المسيح. ثم بعد 3 سنوات و6 أشهر وأكثر وعدة أيام عادوا إلى فلسطين. كان يوسف النجار هو الحارس. الفرح هنا يا إخوتي هو فرح المسؤولية.
الله عندما يمنحنا مسؤولية يمنح كل إنسان فينا أي مسؤولية، فالأب في أي أسرة هو صاحب مسؤولية، والأم في أي أسرة هي صاحبة مسؤولية، وهكذا الخادم وهكذا المسؤول وهكذا الراعي في كل مكان. المسؤولية هي مصدر للفرح لو استخدمها الإنسان بكل أمانة وإخلاص، تعطيه فرحا. ولذلك في مثل الوزنات: كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك، لأنه كان مسؤولا وكان أمينا وكان مخلصا. قد تتعدد المسؤوليات بيننا، واحد عنده مسؤولية صغيرة، واحد عنده مسؤولية كبيرة، واحد عنده مسؤولية النهاردة وبكرة يبقى في مسؤولية تانية. المسؤوليات تتعدد، ولكن في كل مسؤولية إن تاجر فيها الإنسان واستثمر فيها بكل أمانة وبكل إخلاص يجد فرحا، وهذا الفرح نسميه فرح المسؤولية. فليست المسؤولية ثقل أو حمل أو ضغط أو يعني هو ربنا أراد كده. المسؤولية أيضا مصدر للفرح عندما يعيش الإنسان فيها ويمارسها ويتاجر بها ويربح ويستمع إلى الصوت: كنت أمين للقليل في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. المشهد الثالث هو مشهد الملائكة. الملائكة الذين ظهروا في السماء جعلوا السماء منيرة، وكان ميلاد المسيح ليلا، وجعلوا السماء جوقة من الملائكة يسبحون ويرتلون، ونحن فهمنا عبارة واحدة من تسبيحهم: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. لقد سبحوا كثيرا، ولكننا نحن على الأرض وكما ذكر في الكتاب المقدس فهمنا هذه العبارة الجامعة والشاملة: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هذا الفرح اسمه فرح التسبيح. فالتسبيح هو اللغة الراقية للصلاة، لأن التسبيح يصحبه الكلمة والنغمة والموسيقى والمشاعر القلبية، وكما نهتف ونقول في مدايح كياك: قلبي ولساني يسبحان الثالوث، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. كان فرح التسبيح فرحا حقيقيا علمته لنا الملائكة من خلال هذه التسبيحة القصيرة ولكنها الشاملة. لا تستطيع أن تقدم تسبيحا إلا عندما تمجد الله أولا. تمجد الله، المجد لله في الأعالي، تعليه، تضعه أمامك كل حين. فأنت عندما تسبح إنما تخاطب الله مباشرة، فيجب أن لا يكون قلبك فقط ولكن كلك وأنت تسبح: المجد لله في الأعالي. والخطوة الثانية: وعلى الأرض السلام، أن تكون صانع سلام. فلا يمكن للإنسان الذي لا يصنع سلام أن يقدم تسبحة مقبولة أمام الله، حتى وإن وقف ساعات وساعات يسبح ولكن لا يصنع سلام لا تكون تسبحته مقبولة أمام الله. وعلى الأرض السلام، أنه يكون صانع سلام، لأنه إن فعل ذلك يكون ابنا بالحقيقة لله. أما الخطوة الثالثة فبالناس المسرة. بالناس المسرة، بالناس الفرحة والبهجة، أنك أنت الذي تشعر بهذا الفرح وبهذه العطية السماوية من تسبيحك تكون ناشرا للفرح والمسرة والسرور في حياة الناس. بعض الناس كلامهم متعب، كلامهم مؤلم، وكلامهم مفجع، وبعض الناس لا ينقلوا إلا الأخبار الرديئة والسيئة، بعض الناس كذلك. ولكن الحقيقة الإنسان الذي يعيش العهد الجديد أن يكون إنسان ناشر للفرح،
ناقل للفرح. وعندما تحضر في أي مجتمع صغيرا أم كبيرا تكون إنسانا مفرحا، مش أنت اللي فرحان بس، ده أنت بتفرح اللي حواليك. وجودك مفرح حتى دون أن تتكلم، وجودك وجود الروح الهادئ، وجودك يملأ الإنسان سعادة وفرح. أحيانا إنسان وجوده يسبب مشكلات ويسبب متاعب كتيرة، وأحيانا زي ما بنقول عليه كده ترابل ميكر، يصنع متاعب. ولكن الإنسان الذي يعيش بالفرح وينقله لآخرين فيصير العالم كله فرحا، لأن العالم ما زال جميلا رغم أننا نعيش في جائحة ونعيش في وباء ونسمع عن إصابات كثيرة في العالم. ولكننا يا إخوتي يجب أن نملك ونتمسك بهذا الفرح، ويجب أن ننقله لكل أحد. فعطية الحياة التي يعطيها الله لنا هو صاحبها من أولها إلى آخرها، فليست الحياة مننا، الحياة من الله. هو الذي أعطانا هذه الحياة، هو صاحبها في بدايتها وفي نهايتها. فلذلك أيها الإنسان اطمئن، الله يقود خطواتك، فعش أيامك فرحا وفرح اللي حواليك باستمرار. كان هذا هو المشهد الثالث، مشهد التسبيح، فالتسبيح يملأك فرحا. المشهد الرابع نجده عند الرعاة. المشهد الرابع نجده عند الرعاة. الرعاة أناس بسطاء لا يملكون من حطام الدنيا أي شيء، كانوا فقراء وبسطاء ومؤتمنين على القطعان التي يرعونها. وكان هؤلاء الرعاة يعتبروهم أنهم خارج سكان أي مدينة، فلا يعطوهم حق التصويت لأن ما لهمش عنوان ثابت، ما لهمش بيت ثابت، عمالين يلفوا من مكان لمكان. كانوا بكل أمانة يحرسون القطعان في البادية، قاعدين ويا الخرفان وبيلفوا وياهم. كانت حياتهم بسيطة جدا، وكانت هذه البساطة هي سبب الفرح، سبب الفرح. يقول القديس أغسطينوس: أنني وقفت على قمة العالم عندما وجدت نفسي لا أشتهي شيء ولا أخاف شيء. هؤلاء كانوا كذلك، لا يملكوا شيء، هم بيقوموا بمسؤوليتهم، ومسؤوليتهم دي ليل ونهار ومن مكان لمكان. لكن كانت الصفة الغالبة في حياتهم أنهم عاشوا بالرضا، الرضا. الإنسان الذي يتذمر على نفسه وعلى حياته وأحواله دائما لا يشعر بفرح، دائما يشعر بكآبة، بضيق، بهم، بقلق. الله يحفظ الجميع من ذلك. أما الإنسان الذي يعيش البساطة وفي رضا، رضا، لأن الحياة فيها أمور كثيرة جميلة، وهو راضي ومكتفي. وكان هؤلاء البسطاء الرعاة استحقوا أن يختارهم الله ليكونوا أول من يعرف ميلاد السيد المسيح في العالم كله. يا رب مش كنت تختار مثلا ناس كده في العاصمة في أورشليم، أو ناس كده من الأثرياء، أو ناس من الأغنياء، أو من أصحاب الاعتبار، أو لا، هختار الرعاة البسطاء الرضيين اللي عايشين في رضا وفي سلام، وحاسين كده انهم اغنى اغنياء الارض. ربما ملابسهم بسيطه، ربما معيشتهم بسيطه، ربما حياتهم بسيطه، ولكن كل هذه صنعت لهم فرحا. فظهر لهم الملاك واخبرهم: ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. فرح عظيم يكون لجميع الشعب، انتوا اول ناس، انتوا اول ناس، لكن لانكم استحقتوا هذا الفرح، لانكم عشتوا بالبساطه وبالرضا. ونقرا في الكتاب المقدس انهم قاموا مسرعين وذهبوا الى بيت لحم،
حصلوا ونالوا الجائزة الكبرى أنهم كانوا أول زوار بيت لحم وشاهدوا الطفل يسوع مع أمه مريم والقديس يوسف النجار. البساطة يا إخوتي في الحياة وعدم التمسك بالأرضيات والترابيات يجعل الإنسان فرحا، يجعل الإنسان منطلقا، يجعل الإنسان في حياته دائما يشعر كل يوم بهذه السعادة وهذا الفرح. ليست السعادة في التملك، وليست السعادة في المال، وليست السعادة في المقتنيات أبدا، هذه لا تصنع سعادة بالمرة. ويقولون من ضمن الأقوال، عندما كان التليفون اللي بنستخدمه بسلك كان الناس أحرارا. النهاردة التليفون بقى من غير سلك، فأنتوا بقى تكملوا الجملة والناس يبقوا حاجة تانية. الإنسان لا يستعبد لشيء ولا لشخص ولا لشهوة ولا لرغبة أبدا، فكل هذا سيتركه على الأرض، ولذلك لا يشيل لا يحمل هما ولا قلقا. هؤلاء الرعاة علمونا مشهد البساطة والرضا التي تعطي فرحا للإنسان. أما المشهد الأخير فهو مشهد المجوس القادمين من بلاد المشرق، الذين استغرقوا شهورا وأياما في رحلتهم من بلاد المشرق حتى أورشليم. كانوا علماء وكانوا أثرياء وكانوا أغنياء، وتحملوا مشاق الرحلة والسفر رغبة عندما عرفوا بظهور هذا النجم العجيب. تبعوا النجم في رحلتهم من المشرق إلى أورشليم، وصاروا في هدى هذا النجم حتى وصلوا إلى أورشليم. وطبعا رحلة كبيرة ومكلفة، ورحلة ما كانوش بس مجرد التلاتة، ده كل واحد وياه الحاشية بتاعته لعشان زاد الطريق وبقوا يستريحوا في السكة. احنا بنقراها في سطر، لكن هي خدت شهور وشهور. ووصلوا لغاية الملك لأنهم كانوا في رتبة الملوك، وكلموا الملك أين هو المولود ملك اليهود. وطبعا كان هذا الخبر مزعجا جدا لهيرودس، أما هيرودس فأراد أن يصنع خدعة، فأخبرهم أن يبحثوا عن الصبي بتدقيق لكي ما يأتي ويسجد له، وكان هذا كلاما كاذبا. أما هم فذهبوا وتبعوا النجم الذي صار معهم من مكان إلى مكان ومن ساعة إلى أخرى، حتى وصلوا إلى البيت، إلى مزود بيت لحم. وصلوا هناك ومعهم الهدايا، وهنا يظهر الفرح، فرح المشاركة. المشاركة عندما تشارك الآخرين تحصل على فرحا عظيما. ويقول الكتاب عن هؤلاء المجوس أنهم عندما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وشايلين هداياهم اللي جايبينها من بلادهم وجايين يقدموها ويشاركوا في فرحة المولود ملك اليهود، برغم أنهم من الأمم، رغم أنهم وثنيين. وقدموا هداياهم الذهب واللبان والمر، وشاركوا فرحة أمنا العذراء وفرحة القديس يوسف النجار وفرحتنا أيضا. وكان هذا هو مبدأ المشاركة. أنت عندما تشارك الآخرين في أفراحهم وأطراحهم إنما تشعر بفرح وبتعزية وبسعادة داخلية. فالإنسان الأناني لا يعرف أن يشارك الآخرين، فالمشاركة والوجود الجماعي دايما يفرح، دايما يفرح. ودايما الإنسان لما يعرف مسؤوليته، دول الناس اللي جم من المشرق دول محدش ضربهم على أيديهم وقال لهم روحوا، محدش قال لهم، كان ممكن يكتفوا برؤية النجم ويقولوا خلاص احنا عرفنا ان في ملك اليهود اتولد ويسكتوا، ولكن تحملوا كل هذا التعب ووصلوا إلى أورشليم ووصلوا إلى الملك وذهبوا إلى المزود وقدموا الهدايا. وكم كانت سعادتهم، كم كانت فرحتهم، لأنهم شاركوا في هذا الحدث الإلهي. المشاركة يا إخوتي تجعل الإنسان فرحاً.
فالإنسان لا يخلق لنفسه، الإنسان يخلق لكي ما يوجد في مجتمع ويعمل ويخدم. حتى في أديرتنا القبطية حياة الشركة هي الغالبة على معظم الأديرة، أننا نعيش معا، نصلي معا، ونعمل معا، ونأكل معا، حياتنا في شركة دائمة. والشركة بصفة عامة زي ما بنقول في سر الشركة، سر الإفخارستيا، الحياة المشتركة وحياة المشاركة كلها تملأ الإنسان فرحا ونعيما. إذن يا إخوتي، هذه المشاهد الخمسة هي مصادر للفرح. من أمنا العذراء الخلاص يعطي فرحا، من القديس يوسف النجار المسؤولية تعطي فرحا، من الملائكة التسبيح يعطي فرحا، من الرعاة البساطة تعطي فرحا، من المجوس المشاركة تعطي فرحا. فيصير بالحقيقة هذا العيد هو عيد دخول الفرح إلى العالم. هذا الفرح نصلي أن يملأ كل القلوب والعقول، ويملأ كل البلاد، ويملأ كل إنسان، ويفرح بالحقيقة، وتكون حياتنا في العام الجديد بعد هذه الجائحة التي بدأت في العام الماضي ونرجو أن تنتهي قريبا، ويكون الإنسان حتى وإن كان في بعض المتاعب لكن هو متهلل من الداخل وفرحان من جواه، وهذا الفرح يجعله يقبل على الحياة ويقبل على عمله وعلى خدمته، ويعطي الإنسان دائما طاقة ووقود لكي ما يسير من يوم إلى يوم. أكرر تهنئتي وباسم كل الأباء الأساقفة والمطارنة والأباء الرهبان الحضور معنا هنا والشمامسة، نهنئ الجميع بهذا العيد المجيد، ونصلي أن يمنح الله نعمة وسلاما وصحة وعافية لكل أحد. نصلي من أجل كل المصابين أن يمنحهم الله شفاء وصحة، ونصلي أيضا من أجل الذين رقدوا أنهم رقدوا في سلام ورحلوا إلى السماء. نصلي من أجل كل إنسان، ونتذكر دائما أن الإجراءات الصحية الواجبة يجب أن نهتم بها جميعا، سواء في بيوتنا أو في كنائسنا أو في أعمالنا أو في حياتنا أو مؤسساتنا بصفة عامة. يجب اتباع هذه الإجراءات وبشدة، وربما توقف الصلاة في هذه المناسبات ربما يسبب ضيقا عند البعض، ولكن الأمر من أجل الحماية، فالتجمعات دائما وسيلة سهلة لنشر العدوى، وعدم الاحتراس بهذه الإجراءات يسبب عدوى وانتشار أكثر وأكثر. فكل إنسان هو مسؤول عن صحته، ومسؤوليته أيضا تمتد لمن حوله. نصلي أن يرفع الله هذه الغمة ويرفع هذه الجائحة، ونعود إلى حياتنا الطبيعية في ممارستها كلها، ويعطينا سلاما وهدوءا لنا جميعا. أهنئكم وأرجو أن تدوم فرحة القيام، فرحة الميلاد في حياتكم، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. حتى أدخلهم بأسفل.
ملك الدهور إبشوي سيم إبوهم موتيرو في نوشيري كاتب صاجن يؤنس خمبي القرآن جيليون بلغو سنيني أفتشي الكلمة الأزلي صار جسدا وحل فينا ورأينا بخير استوسف شي